بعد جمود استمر قرابة 8 أشهر، أعلنت الولايات المتحدة وكوريا الشمالية أنهما ستستأنفان الأسبوع المقبل مفاوضاتهما بشأن الملف النووي. ووافق الجانبان على إجراء اتصالات أولية يوم الجمعة القادم، تليها بيوم مباحثات بين مسؤولين من البلدين. نتوسع في الحديث أكثر مع ضيفنا، ينضم إلينا الآن من واشنطن الباحث في الشؤون الأسيوية ماثيو ها. سيد ها، أهلا بك معنا. استئناف هذه المفاوضات ما بين واشنطن وبيونغ يانغ، يعني ما سقف التوقعات من هذه المفاوضات، خاصة بعد 3 قمم لم يتم التوصل فيها ربما إلى شيء يذكر، بل بعضها وصفها البعض وصفها بأنها كانت ربما قمم فاشلة بشكل أو بآخر؟ أعتقد أن المحادثات المقبلة وبحسب وزارة الخارجية الكورية الشمالية، الأشياء التي يمكن توقعها تتمثل في استعادة الثقة، لأنه كان هناك غياب للثقة في القمم السابقة، لم يكن هناك مسار حقيقي يمكن أن تبدأ فيه المفاوضات من أجل نزع السلاح النووي. لكن أعتقد أن كوريا الشمالية لديها العديد من التوقعات من أجل رفع العقوبات عليها، ولكن على أمريكا أيضا أن تقدم شيئا وتعطي كوريا الشمالية أشياء من أجل أن يكون هناك فعلا بعض الزيارات للتحقق، ولكن في نفس الوقت رفع العقوبات ولو جزئيا. لذلك ربما أهم شيء يراهن عليه هو استعادة الثقة، لأنه بعد أشهر من الحديث ربما آن الأوان لمسار قد يبدأ. كيف يمكن استعادة هذه الثقة سيدها؟ يعني لم تكن هناك أي خطوات تتبعها، وربما على أرض الواقع يتخذها الجانب الأمريكي والجانب أيضا كوريا الشمالية، سواء التصريحات التي استمعناها ربما الأسبوع الماضي من جانب كوريا الشمالية التي يتم فيها وصف الرئيس الأمريكي بأنه شجاع وحكيم. أعتقد أن الثقة يمكن أن تستعاد فقط من خلال تصرفاتي والأعمال. في الأشهر السابقة كان هناك استفزازات، وقامت كوريا الشمالية بإطلاق صاروخين قصيري المدى في بحر اليابان، وكذلك كان هناك في الوقت نفسه تصريحات بأنها ستطور صواريخ أكثر وبشكل أكثر تقدما. لذلك هناك بعض الأحاديث التي تفيد بأنه قد يتم التراجع في هذه البرامج الصواريخ، وفي نفس الوقت مطالبة الولايات المتحدة الأمريكية بتقديم أشياء لها. ولكن أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تقدم ضمانات للأمن لكوريا الشمالية، لكن بطبيعة الحال هناك تطلعات عالية من قبل كوريا الشمالية وغير عملية. لذلك يمكن أن نتوقع توافقات هي التي ستكون عملية، ولكن ليس توقعات عالية. ما هي نوع التوافق سيدها التي ربما يعني نتوقع أن تصدر من هذه المفاوضات في ختامها بشكل أو بآخر كما تتحدث؟ يعني بيونغ يانغ كانت دوما لديها مطلب وتطالب برفع العقوبات قبل أي ربما حديث، موضوع رفع العقوبات كان دائما مطروح. على مستوى التوافقات والاتفاقات، أعتقد أنه قد يتم الوصول إلى أرضية مشتركة، لأنه الولايات المتحدة الأمريكية تواجه تحديات على مستوى إبقاء العقوبات وفي نفس الوقت الحصول على تنازلات من كوريا الشمالية، وهذا لن ينجح، لأنه بطبيعة الحال يمكن أن يتم فتح مكتب للاتصال من أجل مواصلة العمل معا وجعل كوريا الشمالية تنخرط في بعض المسارات. قد تكون هناك بعض الإعلانات للسلام وإحلال السلم، وهناك بعض الخيارات التي يجب اعتبارها من أجل إشراك مجلس الأمن، لأنه من المهم أن نعرف أن حكومة كوريا الشمالية لها أسلحة نووية وهي ضمن برنامج طويل الأمد. طيب، هناك ربما متغير ترى على المشهد بشكل أو بآخر مؤخرا سيدها، وهو موضوع إقالة أو مستشار الأمن القومي جون بولتون، والذي يعد من أبرز دعاة التشدد أو السياسة المتشددة تجاه كوريا الشمالية. إلى أي مدى هذا اليوم ربما سيعطي طابع بشكل أو بآخر إيجابي في هذه المفاوضات؟
نعم سيكون لهذا أثر، وعلينا أن نكون واقعيين وصريحين. عندما ننظر إلى إدارة ترامب، ما تريد أن تفعله وكيف بدأت هذا المسار لاستئناف الحديث مع كوريا الشمالية، لكن هناك دائما رغبة في مساومات ومفاوضات. هذه الإدارة تريد أن تقوي العلاقات بين ترامب وكيم جونغ. كان هناك تلك المقاربة الدبلوماسية أكثر، وهي غير تقليدية بالمقارنة مع أسلاف ترامب، لأنه دائما تكون هناك أشهر وأشهر قبل أن يكون هناك قمة أو اجتماع. ولكن أعتقد مع ذلك أن هذه المقاربة الجديدة بالنسبة لترامب قد تؤتي بعد الأكل، لأن بوريس جونسون مثلا كان قد تحدث عن هذه العلاقات غير التقليدية، ولذلك أعتقد أنه قد تكون هناك بعض القرارات. شكرا لك سيد ماثيو هال، الباحث في الشؤون الآسيوية، كنت معنا من واشنطن.